بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. كان أعلم الخلق بربه وأتقاهم له، وأنصح الخلق لأمته وأقدرهم على البيان. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وترك أمته على البيضاء، فجزاه الله أفضل ما يجزي نبيا عن أمته. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل الحديث معكم في برنامج قبس من العقيدة الإسلامية، ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها إن شاء الله تحدث عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، حيث تحدثنا فيما سبق عن النوعين الأولين، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن كل نوع من هذه الأنواع جحده طائفة من البشر. فتوحيد الربوبية جحده المعطلة الذين أنكروا وجود الله كالدهرية والشيوعية في عصرنا الحاضر، وإن كان جحودهم له إنما هو في الظاهر مكابرة منهم، وإلا فهم يقرون به في الباطن وفي قرارة أنفسهم، إذ لا يعقل وجود مخلوق بدون خالق، ولا مفعول بدون فاعل. والقسم الثاني، وهو توحيد الألوهية، جحده أكثر الخلق، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدعوة إليه، قد جحده المشركون قديما وحديثا. وهو يتمثل بعبادة الأشجار والأحجار والأصنام والقبور والأضرحة، وعبادة مشائخ الصوفية والطرقية باعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله عز وجل، ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. والقسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عنه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا القسم قد نفاه الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، لكن لما كثر منكروه وروجوا الشبه حوله أفرد بالبحث وجعل قسما مستقلا، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة. فألف الإمام أحمد رده المشهور على الجهمية، وألف ابنه عبد الله كتابه السنة، وألف عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة في الرد على البشر المريسي، وألف أبو عبد الله المروزي كتاب السنة، وألف عثمان بن سعيد كتاب الرد على بشر المريسي أيضا، وألف إمام الأئمة محمد بن خزيمة كتاب التوحيد، وألف غير هؤلاء من الأئمة في الرد على هذه الطوائف كتبا كثيرة، ومن أشهرهم شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم ممن جاء بعدهم وسار على نهجهم. فلله الحمد والمنة على بيان الحق ودحض الباطل. وأول من عرف عنه إنكار الصفات بعض مشرك العرب، الذين أنزل الله فيهم قوله: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وسبب نزول الآية أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية
حين كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه. وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فهؤلاء سلف الجهمية والأشاعرة في إنكار أسماء الله وصفاته، وبئس السلف لبئس الخلف، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أما الرسل وأتباعهم خصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والذين اتبعوهم بإحسان، فهم يصفون الله بما وصف به نفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه وينكرون على من يخالف هذا المنهج. فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يشير رضي الله عنه إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس بأنهم إذا سمعوا شيئا من نصوص الصفات وهي من المحكم حصل معهم فرق أي خوف وانتفضوا كالمنكرين لها، فهم كالذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيدعون المحكم ويتبعون المتشابه ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ونصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه، يقرأها المسلمون ويتدارسونها ويفهمون معناها ولا ينكرون منها شيئا. قال وكيع أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، ولا ينكرونها انتهى، وإنما ينكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ساروا على منهج مشرك العرب الذين يكفرون بالرحمن ويلحدون في أسماء الله. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء الحسنى وأمر أن يدعى بها، وكيف يدعى بما لا يسمى به ولا يفهم معناه على زعم هؤلاء. وتوعد الذين يلحدون في أسمائه فينفونها عنه أو يؤولونها عن معانيها الصحيحة بأنه سيجزيهم على عملهم بالعقاب والعذاب، كما وصفهم بالكفر في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. فلهذا كفر الجهمية كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. أيها المستمعون إلى حلقة مستقبلة إن شاء الله في هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.